عليكم حنناتي والصلاة والسلام على رسول الله. كرح بكم من جديد على قناتنا إبداعاتنا للنواعم للزينشات، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. شكرا شكرا لكم بزاف بزاف الغزلات ديالي من أعماق قلبي على تعليقاتكم الأكثر من رائعة، وعلى دعواتكم وعلى تشجيعاتكم وعلى كل شيء الغزلات ديالي. صراحة كيفرحوني تعليقاتكم بزاف بزاف، الهلا يخطيكم عليا. فاليوم كذلك غادي ننزل لكم وصفة طلبتوها. يا مساء الجمال على عيونكم الغزالات ديالي، غادي تشوفوا معايا اليوم وصفه رائعه جدا، واحد الوصفه للهالات السوداء. بما انه ما كنعسوش يا اختي، ما كنعسوش، لا ندوق النوم بالليل ما كنعسوش، ما حيلتنا احنا محبوسين في الدار، يعني عظامنا فريمون طابو 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 يا اختي عظامنا وحنا قاعدين في الدار ياك. وزيدها ما شاء الله في رمضان يعني الانسان راه كيسهر، الاغلبيه ديال الناس راهم موالفين بالسهر. فهي الغزالات ديالي جبت لكم واحد الوصفه، بما اننا نحن في الهوى سوا فهاد الوصفه هذه كنهديها لراسي وكنهديها لكم يا الغزالات ديالي. فالوصفه اللي عندي هنايا هما المكونات جد بسيطه، ولكن يا البنات اش غنقول لكم، دقه بطلة، انها دقه بطلة يا البنات. نهتمو يا اختي براسنا، نديوها في راسنا، عندنا لي صغ نحيدوهم، عندنا اسمرار نحيدوه، فما عندنا شي حاجه نصلحوها بحال هكا. حنا غير جالسين في الدار جالسين بالحق. غير نقول لكم يا البنات واحد الحاجه وما تضحكوش، ما كاينش انا اللي قاضي عليا وهذوك البنات اللي كيدخلوا يقول لي راكي ضاربه فوتوكس، راكي ضاربه فيلر، يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري، وعرفتي قتلوني بالضحك. يا اختي يا انا فين وداك الفيلر وداك بوتوكس وداك الشيء فين؟ عليها خاصكم تهديوها في راسكم، تهتموا براسكم بالوصفات الطبيعيه. وحده قالت ليها ايوا شتي يا اختي ضربه، قالت ليها الفيلر وجايه قالت ليها تضحك علينا، والاخرى دخلت عندها قالت لي يا اختي راه بصح راك تضحك علينا، واه هي تما في فرنسا راهم كيضربوا، قالت ليها بوتوكس ويضربوا اختي اش بينو بين شي بوتوكس واش بينو بين شي فيلر يا اختي ما يضحكوني. عندي هنايا الغزالات ديالي، بعدا عندي هنايا القهوه. هاد القهوه اللي عباره عن قهوه حبيبات كما كتشوفوا معايا، طبعا ماشي سريعه الذوبان، غادي تكون ديك القهوه اللي كتكون محمصه يا الغزالات ديالي. طبعا هاد المعلقه فيها غير هاد الا اللي فيها، وما يكون عليها ابدا ابدا اي اضافات. وغادي ناخذ إلان او ما يسمى بحبوب الدخن او ما يسمى بالبشنه او كذلك بالجزائريه لنجبار. قلت لكم بكل الاسامي، غير اللي ما بغات دير الوصفه كناخذ هي الغزالات ديالي كنحمصو وكنحتفظ به، يا اما ندير به حريره يا اما اطلسه لوجهي يا اما ندير به تبريمات، كندير به كلشي انايا. وغادي نحتاج هي الغزالات ديالي جل الالوي فيرا، غير بقاي هنا ما عندكش الا غادي تعوضيه بدقيق الحمص، ما عندكش جل الالوي فيرا غنوريك باش غتعوضي، غير بقاي هنا بقاي حدانا وبقاي حدانا تعالي حدايا خوتي وعنقيني. هذا جيل الالوي فيرا هذا كنخديته البنات غير من اكسيون، لا غلا عليها مسكينه، عندي هاد اكسيون كيما سوقت لها في انزكان الصراحه كنمشي ليا اختي ما خصني فيه غير داك مولا خوضو اخوضو. غادي نحتاج القليل من زيت الزيتون البكر، الا ما عندكمش غنقول لكم هي الغزالات ديالي باش غادي تعوضوها، فخليكم معايا باش نقول لكم باش غادي تعوضوا. وغادي نحتاج كذلك الماء الورد باش ما ننساش لانه ضروري جدا، غادي نحتاج الى ماء الورد. الا ما عندكش الحبيبه ديالي جل الالوي فيرا غادي تعوضيه بزيت الفيتامين او ولا دوك لي كابسول ديال الفيتامين او كيتباعوا بالصيدليات. اختي ما عنديش، ما ديريش ما ديريش، ديري غير هاد جوج هادو وشوفي النتيجه اللي غادي يعطيوك. عندي ملعقه عندي جوج ديال المعالق يا الحبيبه ديالي، غادي نخلط هاد المكونات بحال هكذا تنخلطهم كلهم. طبعا هذا غير غادي نعوضو به كما قلت لكم. وغادي نجيب ملعقتين ديال هرست الدنيا ما علينا، غادي ناخذ ملعقه صغيره من جل الالوي فيرا. طبعا غنمسحو كلشي لاخر رمق يا اختي، نحن لا نقدم برنامج شوميشه، بس كلشي كلشي نمسحوه. واش ناخر وغنزيد واحد النقيطه ديال زيت الزيتون، ما تكثروهاش الغزالات ديالي. بسم الله فين فين زيدي هنايا هبطي باش يشوفوك البنات يا اختي، هكا شويه
شويه من زيت الزيتون. علاش انا درت نقيطه من زيت الزيتون؟ مزيانه بالنسبه للبنات اللي عندهم يا الغزالات ديالي ديك المشكله ديال داك البلاصه ديال لي سيغن او الهالات السوداء، عندهم كحله وكذلك ناشفه ناشفه بزاف. فزيت الزيتون واحد الحاجه اللي هي زوينه بزاف، وغادي تلاحظوا فعلا فعلا ان ديك البلاصه ما بقاتش عندكم ناشفه، والا سبحان الله كيصفي لنا المنطقه، لان بعض الناس كتكون عندهم تصبغات في المكان ديال الهالات السوداء. والقهوه كتحفز ما شاء الله يعني الدوره الدمويه، غادي تحسي باللي الدوره الدمويه دارت في ديك البلاصه. وكلشي كلشي على المساج اللي غنوري لكم انا كنديرو شخصيا. عرفتوا يا البنات انا لو كان ما كنديرش هذا المساج هذا، وانا راه ما شاء الله راني راه موده هذه وانا كنحط يعني انضيضرات، وديجا ماما الله يرحمها كانت متوحمه على واحد السيده عندها لي سيغن، يعني انا لو كان انا ما نديرش وصفات راه الله اعلم بيا دلوقتي. كندير داك المساج زوين، تكوني كتفرجي عرفتي وتكوني شاده النيت بورطابل، راه بامكانك ديري هي الغزال ديالي. طبعا غنزيد مزيان شوي كوكا شوي كوكا بحال هكا. انظر يا حبيبه قلبي، ها هي ها هي ها هي. بغيت نجربها لكم على ديك المانكا، ما فيها البنت اللي يدير الفولار والله كاين الصهد. بالحق نجرب لكم عليها غير شويه، لان ما شاء الله يا اختي اختي مطيبزه، الناس كيضعفوا في رمضان وهي يا اختي نحس بها غلاضت. المهم بعد ما تغسلي هاد المنطقه هذه وغادي تنشفيها، غادي توضعي هاد الوصفه بحال هكا. مني غادي تشيط لك ما ترميهاش يا الحبيبه ديالي. طبعا غادي تخلطوها وغادي تخليوها هي الغزالات ديالي واحد 5 دقائق عفاكم، باش كل المكونات يندمجوا بحال هكا. وغادي تخليها، تقدري تخليها حتى نص ساعه ما كاين حتى مشكل، خليها نص ساعه. طبعا غادي ترولاكساي وغادي توضعيها هكا بكل رفق وحب وحنين، وغادي ترولاكساي ليا الغزاله ديالي. عندك شي وليدات نعسيهم كالعاده القاعده النهويه، عندك وليدات نعسيهم كاين شي طبر زيت يا اختي خليهم في الدار لتحت وسير طلعي انت للفوق، ولا العكس صحيح، ولا دخلي شي بيت وسديه عليك يا اختي، دخلي الحمام وخلطي فيه الوصفه ديالك وجلطي، ومن بعد خرجي ترولاكساي ليه في شي بيت. فهمتوني الغزالات ديالي؟ تقدري تخليها ابتداء من 10 دقائق الى نصف ساعه. ثم طبعا غنحيدها لك، اسفه يا مزمزيل، لان انا باغا ندير لها واحد الحيله غنحتفظ بها في الثلاجه يا اختي، حاجه ما تضيح، لان كان فريمون انا كنحتاجها. راه عندي ديجا هنايا، ها هي الغزالات ديالي والله الا عندي، ها هي جبتها لكم من الفريق، وها هي وصفه ديال الهالات السوداء. كنبغي انا ننوع، قلت لكم هي الغزالات ديالي. ومن بعد غادي تمسحي ديك البلاصه بماء الورد، غادي تجيبي داك القطن اللي هو دائري ياكي، وغادي تمسحي بحال هكا بكل رفق وحب وحنان، تمسحي ديك البليصه بماء الورد. ثم غنوريك دابا المساج اللي غادي ديري. شوف معايا الغزالات ديالي، من بعد غادي ديري هاد الحركات بحال هكذا، تك 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 بحال هكا بحال هكا، وتكوني مدوزه هنايا واحد شويه شويه، يعني واحد الحاجه بسيطه من زيت اللوز الحيلو، غديري بحال هكذا بحال هاد الحركات هادو بحال هكا يا الغزالات ديالي، باش يزيد تدفق الدم في هاد البلاصه هادي. وهاد الوصفه بامكانك تستعمليها يا الغزال ديالي بشكل يومي، ولا انك تستعملي هاد الاداه هادي خديتها من اكسيون كما قلت لكم، ولا ملعقتي حبيباتي بنفس الطريقه. هاي تاخديها الغزال ديالي بحال هكا بحال هكا، طبعا غير بشويه عاوتاني بشويه طايره ليا ديك الجلده يا الحبيبه ديالي. ثم هاد الوصفه اللي شاط ليا اكيد ما غاديش نرميها، فالطريقه اللي كندير ليها انني غادي نحتفظ بها في الثلاجه، غادي ناخذ يمكن انني نحتفظ بها بحال هكا بحال الشكل ديال الكويرات. شوفوا معايا عندي لها بحال هكا على شكل كويرات، داكشي اللي غندير. المهم اللي ساغن اكيد غادي نخلي فيها ديال اليوم بحال هكا، وغادي تحتفظي ليا بها يا الغزال ديالي. وكاع الاسئله اللي كيكونوا عندكم على هذه القناه، على فكره كندير لكم بث مباشر كل يوم، كل يوم كنجاوب فيه على كل تساؤلاتكم كيفما كانت ومهما كانت، حتى الاسئله اللي كتكون محرجه يا الغزالات ديالي. اسم القناه حموموشا تي في، كتبوا حموموشا ديك الاش كتكون ماجيسكول ياكو، كتبي حموموشا تي في غادي تخرج لك. راني كندير معكم دائما بث ابتداء من 11 11 ونص يعني في مجانا البلان، وهذه غادي نخليها اليوم، ايوا هادي غادي نخليها في الفريغو وقت ما بغيتها يا الحبيبه ديالي، غادي نجبدها غادي نلقاها ديجا واجده عندي. والنصيحه ديال اليوم يا الغزالات ديالي، ضروري ضروري انكم تشربوا الماء
بالنسبه لي انا عارفه راسي كنسهر كنسهر ان شاء الله من بعد مني غادي يكمل هذا الحجر الصحي هذا. كل واحد اكيد غادي يرجع لخدمته، واللي ما خدام يقلب على خدمه، واللي كل واحد الله ييسر الجميع يا ربي، الله ييسر لي والله ييسر لكم يا رب يا رب الغزالات ديالي. ولكن نصيحه انكم تبقاو تشربوا الماء، شربوا الماء بزاف. مني غادي تفطري من الوقت ديال الافطار حتى السحور بقاي شربي الماء، وحاولي انك ترطبي الوجه ديالك بزيت جوز الهند، راها زوينه 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 بزاف يا الغزالات ديالي بالحق. ماشي تكثروها عاوتاني، ديروا منها غير شويه، راه واحد الحاجه اللي هي فنه. بارطاجيو الغزالات ديالي هذه الوصفه لانها فعلا رائعه، راه كتعطي نتائج من الاستعمال الاول. عرفتوا انا علاش كنعجز؟ حيت ما شاء الله من كثر ما كنجرب الوصفات كتجيني شي حاجه هكا في دماغي، كنعرف مثلا هذه الحاجه اش كدير، هذه المكونه اش كيدير، هذا اش كيدير، كنقرا عليهم وكنجي كنجمعهم كيعطوني نتيجه من الاستعمال الاول عليها كنعجز. مثلا كل وصافي خلي الحاجه بحال مثلا هذه ديال لي سيغ، قلت ايوا صافي خليها حتى يقرب كاع الكونفينمون يسالي وعاد نديرها انا واحد يومين صافي راه كلشي غادي يمشي. ولكن الا كاينين بعض البنات اللي يمكن البشره ديالهم لا تستجيب، لان يمكن عندهم مشكله في القولون، لهذا غادي تلقى وصفه عندنا خاصه بالقولون، كتبوا وصفه للقولون ابداعات نهى للنواعم. واليوم كنتمنى يا رب ينال اعجابكم، ولا عندكم يا الغزالات ديالي اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تردكم الا انا ملكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات وبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده، وحطوا لي لايك الا كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات وعجبتكم الطريقه الجديده في تقديم الفيديوهات. كنتمنى فعلا انكم تشجعوني اكثر واكثر يا الغزالات ديالي. ما تنسونيش بشي دعوه ديال الخير وترحموا لي على الوالده، استودعكم الله الذي لا تضيع.